أهلا بكم إلى أصداء المونديال. حطم المهاجم الأوروغواياني إيديسون كافاني خلال خروجه من أرضية استاد الجنوب بمدينة الوكرة تقنية الفار، حيث قام بضرب جهاز الفار بيده ليسقط مباشرة على الأرض وسط ذهول من طاقم التحكيم واللجنة المنظمة. وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي الشكر إلى قطر وإلى جمهور كرة القدم لما تلقاه من رسائل الدعم إثر دخوله المستشفى في البرازيل. ونشر بيلي صورة لبرجين مضيئين في الدوحة، حمل أحدهما صورته وكتب على الآخر: نتمنى لك الشفاء العاجل. تصدر اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022 ب11 فرصة، يليه دوسان تاديك ب10 فرص، ثم ثيو أرنانديز وليون ميسي ب9 فرص. أثار شخص مشهور على تيك توك الشهير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما توقع تتويج منتخب البرازيل بلقبه السادس في تاريخه على حساب المنتخب الفرنسي بطل النسخة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.